موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني. أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد مساء أحبائي في هذا المكان الكبير واحتضان بطولة ومباراة أخرى من نهائي أجمل. اليوم الوردية أمام ملاقات العنيد الحاضر وبقوة اليوم بعدس أروع حيدر ماجد هو الكبير هو الرائع دوما وابدا من أجل دخليات الفريقين بإدارة جميلة لهذا الملعب الكبير الكابتن محمود وكذلك المساعد كرام الجني على مجاري هذه البطولة. هذا المجهود الذي قدموه منذ المباراة الافتتاحية وحتى هي اليوم المباراة النهائية نهائي جميل بعلامة كاملة تحتسب بإدارة رائعة لكرار ومحمود الخفاجي لهذا الملعب الكبير الملعب الإسباني. تأتي صافرة الحكم بكر بإعلان وانطلاقة شرارة انطلاق هذه القمة وهذه المباراة النهائية بأقدام الكبير الوردية. تسكينة الفريقين الوردية في حراسة المرمى عبد الله وكذلك سجاد المصري يحضر وكذلك حسين حسين عمر وكذلك عباس في خط الدفاع ومحمد في اليسارية يحضر في تشكيلة عناصر الوردية. هكذا هي تشكيلة الوردية لكن اليوت اسم على مسمى بقيادة المدرب لايد كاظم في حراسة المرمى محمد وكذلك الرهيب محمد في خط الدفاع وحسن عبد الأمير وحسين عباس وكذلك بالرقم 5 سجاد يحضر في تشكيلة اليوت بالقمصان الزرقاء من أجل الانسين بأقدام عباس بأقدام محمد صاحب اليسارية الجميلة التسديدات الرائعة في الميدان أم للليوت له رأي آخر بقيادة المدرب لايد كاظم والعناصر الحاضرين حسن عبد الأمير كيف لا وذلك على فريق اليوت يجب عدم إعطاء الفرصة للاعب محمد من أجل التسديد لأن لو سدد باليسارية تكون خطير على الحارس محمد يمتلك إمكانية رائعة بالتسديد خارج أسوار منطقة الجزاء منفذة خطيرة يحاول يبحث عن حل يبحث عن مرور وصول تمرير مرور اختراق
قد يحاول المرور، لكن دفاع فريق الليون في اللقطة الماضية تمنع دون ذلك من أجل التوغل والمرور ومن أجل هدف آخر لمصلحة عناصر الوردية. الوردية يعود بلحظات، يعود بالدقائق بعد أن سجل عباس أو حسين عباس في اللقطة الماضية، لكن حسين يرد بقوة ويسجل هدف التعديل للكبير فريق الوردية في شباك محمد في اللقطة الماضية. عودة على اليسار التسديدة التي تصل في أزمن في المباراة التي سبقت هذه المباراة لبطولة الشباب بتنظيم كرام ومحمود، بعد ذلك ابتسم لمصلحة عناصر القيادة. عودة من جديد بص وكبير، لكن مقطع خطيرة مرتدة يمشي سجاد المصري يحاول بص على اليسار خطير هدف ثاني. نعم أصدقاء المشاهدين، الحالة الجوية الأجربة التي عصفت اليوم في محافظة بابل قبل ساعات قد تؤكد الأمير. أنا قلت الناس في هي تشكيلة الوردية، لكن اليوم في حراسة المرمى محمد وحسن عبد الأمير وكذلك الرقم 15 محمد والرقم 21 حسين صاحب الهدفين الرائعين في هذه المباراة، وحسن عبد الأمير هو الأول الذي سجل ثاني أهداف في هذه القمة ومسألة وردية 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 يعود ويورى يورد هذا الكأس ويورد هذه المباراة يا الله يا الله على الروح اللي يمتلكها عناصر الوردية، فعلا روح عالية لا يستسلم لا يريد الخسارة، دائما يبحث عن الانتصار. هكذا هي روح كرة القدم وهكذا روح جميع مباريات هذه الجولة.